السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم إلى نشرة أخبار الثامنة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. السلام عليكم وأهلا بكم. فصلت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة في 15 طعنا لمرشحين للانتخابات النيابية والبلدية 2014، حيث رفضت 11 طعنا وقررت عدم جواز النظر في 3 طعون، فيما أرجأت طعنين إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل. وحسب قانون الترشيح والانتخاب تكون أحكام محكمة الاستئناف العليا المدنية في شأن الطعون نهائية وغير قابلة للطعن. ومتابعة لهذا الموضوع معنا على الهاتف المستشار عبد الله بن حسن البعينين، رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المدير التنفيذي للانتخابات النيابية. سعادة المستشار، بداية أهلا وسهلا بك. لو تحدثنا عن أبرز مواضيع وأسباب الطعون التي شهدتها محكمة الاستئناف ولماذا أحكامها نهائية؟ هي المحكمة نظرت في الطعون مؤخرا يوم الخميس اللي فات، وفصلت مثل ما تفضلتوا في 15 طعن، وأرجعت طعنين ليوم 12 ليوم 2 نوفمبر للفصل فيها. الطعون أسبابها كانت مختلفة، بعض استبعاد مرشح، فكانت الأسباب مختلفة، ولكن في النهاية الطعون مثل ما قلنا فصلت فيها المحكمة يوم الخميس، وتأجل فيها طعنين لاستكمال بعض البيانات فيها يوم 2 نوفمبر. وبهذه يوم 2 نوفمبر يكون هو اليوم اللي بتعلق إن شاء الله فيه بعد الفصل المحكمة، بتعلق فيه الجداول النهائية للمرشحين. معناها يوم الاثنين، ستكون القوائم المترشحين نهائية وستعلق يوم 2 نوفمبر، الثاني من نوفمبر. نعم. هي يوم اللي بتكون ان شاء الله المحكمه يوم الاحد في تلك يوم. نعم. اذا ما فصلت في تلك الطعون فبيكون هي، لان الطعون هاي بعتبرنا يوم الاثنين يوم اجازه، ولكن هو يوم 2 نوفمبر يوم الاحد القادم بعد يومين. فبتكون هذه اذا ما فصلت المحكمه ان شاء الله في هذه الطعنين الباقيين، فبتكون هي نهايه المرحلة. يعني قلتم إذا ما فصلت في احتمال أن لا تفصل المحكمة قبل تاريخ الثاني. والله إحنا في النهاية إحنا في مثل ما يقولون المحكمة هي وما تراه من وقت الطعن، ولكن هي الطعون دائما تكون لها 7 أيام من تاريخ تقديم الطعن. فبالتالي المواعيد، يعني سألتيني ليش الطعون النهائية، هي حتى تكون هناك مواعيد محددة وصولا ليوم الاقتراع. فبالتالي المشرع وضع بعض المواعيد التي يجب علينا أن جميعا أن نلتزم فيها حتى نصل ليوم الاقتراع، فمن ضمنها مواعيد عرض الطعون على المحكمة والفصل فيها حسب الجداول التي سبق الإعلان عنها. فبالتالي يعني المحكمة يوم الأحد القادم ستنظر الطعنين، فإذا ما تم الفصل فيهم، ونحن نتوقع إن شاء الله أنها تكون المواعيد النهائية بنهاية 7 أيام، فإذا ما تم الفصل فيها فبالتالي سيكون العرض الجداول في ذات اليوم، عرض جداول المرشحين النهائية بإذن الله. وفي حال عدم الفصل سعادة المستشار، يعني هل سيتم كذلك تسجيل أو نشر القوائم النهائية في نفس اليوم، أو سيتم تأجيل أو المحكمة؟ ونتوقع إن شاء الله يعني في النهاية مثل ما قلت لك، إحنا لنا يعني لن نتقول على المحكمة ولا نقدر أن نستبغ الأحداث، المحكمة وما تراه، ولكن يعني في النهاية المواعيد التي وضعت قانونا هي بتنتهي بيوم الأحد، وإن شاء الله يكون إذا كانت فصلت المحكمة، وإحنا هذه ما نتوقع، إذا تم الفصل يوم الأحد فبيوم الأحد هي اللي بتكون عرض الجداول النهائية للمرشحين. نعم. متى ستبدأ عملية تسجيل الناخبين في الخارج سعادة المستشار؟ الناخبين في الخارج بتكون إن شاء الله بإذن الله سيفتح الباب للتسجيل في يوم 9 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر. وأعلننا اليوم صدر قرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذه في إجراءات التصويت الناخبين، تسجيل الناخبين في الخارج بتكون يوم 9 نوفمبر وحتى 15 من خلال الموقع الإلكتروني اللي هو www.vote.ph، بالإضافة إلى الخط الساخن، وبالإضافة إلى مقرات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية التابعة لمملكة البحرين في الخارج. هذه هي الوسائل الثلاثة التي يمكن للناخبين الراغبين في التسجيل في تصويت الخارج أن يسجلوا بياناتهم من خلالها حتى يكون نقدر نستعد ليوم الاقتراع اللي هو في الخارج يوم 18 نوفمبر. نعم. المستشار عبد الله بن حسن البعينين، رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المدير التنفيذي للانتخابات النيابية، شكرا جزيلا لكم.